أكيد لن تحزني. ما الهدية التي أحضرناها وستعجبك؟ دود لن أشتري أي. صحيح لن أحزر. لكنك تريدين أن تحزري. ما الهدية الرائعة التي ستعجبك؟ لا لا أريد. أرجوك حاولي. أوكي. أهي الميك جريفز التي في المتجر؟ لا باي. أهي باي. لكنني أحتاج شيئاً. لا يهم. ما هي الميك جريفز؟ لا أعلم. شيء يخص البنات. على الأقل الآن نعرف ما نشتري. ميك جريفز. اسمع هذا غريب، فأنا لم أسمع بالميك جريفز قبل اليوم، والآن الكل يتحدث عنها. كانوا يصغون إلينا. هيا. لدي ماذا؟ ميك جريفز. ميك جريفز. ميك جريفز الرسام. لدينا لوحة أصلية للبيع. رائع، سنشتريها. 4000 دولار. ماذا؟ من أين لنا 4000 دولار؟ لا لا، 4000 دولار اسم اللوحة، ثمنها 20000. ولكن أين سنجد 20000؟ من حيث كنا سنجد 4000. علينا إيجاد شيء يمكننا شراؤه أو شخص. ألين، كل ما نريده أن تدعنا نلفك ونقدمك كهدية لمسامي. ما السيء في هذا؟ في الواقع بعد التفكير تبدو سيئة فعلا. يوم سعيد قبل يوم عيدك. ما هو قصدكم؟ أتعلمين اليوم الذي يصبق يوم عيدك حين يتصرف أصدقائك كالخدام لتقول لهم كيف يتجنبون أغضابك في الحفلة؟ أرجوكم لا. يا دعوها وشأنها، جلبت لك أجمل هدية. توقفوا عن القلق بشأن الهدية، يعني وردة فرحوني. يا لست، فإنها هديتي لك. انظري. هذا يكفي، ابتعدوا عني. أتفهمون؟ قولي لنا كيف تريدين أن نبتعد عنك. هل نبتعد على ما؟ أو بسرعة مثلا. هل يمكن أن تنسوا أنه عيد ميلادي؟ هذا اختبار. أوكي، أنت محق. كان علينا الالتصاق بالحائط بدل الأرض. هل لاحظت كم كانت تعيسة؟ نسيت تماما كيف تمرح. لقد فقدت مرحها. ألا تدرك كم هي محظوظة حقا؟ أتعلم؟ بابا على حق. ما تحتاجه لعيدها هو لا شيء. لحظة، لا أفهم شيئاً. نحن نشتاق إلى الأشياء عند فقدانها. ماذا لو هديناها أسلوب حياة جديدة وذلك لتدرك قيمة ما لديها؟ لقد فهمت هذا. ما لا أفهمه هو كيف كان بابا على حق. أعرف، غريب، حالة استثنائية أكيد. احزري هديتنا. لا أريد شيئاً. ليس شيئاً تريدينه، بل تحتاجينه. مفاجأة. هديتي قبول؟ لا، سنسجنك فيه ولن تتمكن من حضور الحفلة، فتدركي كم أردت الحضور. طيب، مع أنها فكرة جيدة، ولكن سجن الناس جريمة. لذا سنغير الخطة ونفتح الباب حالا. كم سنة مقابل جريمة عرضية؟ النجدة، النجدة سعيدون. النجدة، نحن هنا سعيدون. سعيدون. أين الجميع؟ لأن ابنتك صدقت كلام الضفادع. أصيبت بإنفلونزا الضفادع. سأصف لها قليلا من الواقعية وممنوع عليها القصص الخيالية. أوكي أوكي، بلا هلع، سأتصل ببابا. بابا ساعدني، سجنوني في القبو. لا لا، لحظة لحظة، لما تخبرينه وكأننا سجناك بالقوة؟ لأن هذا صحيح، ولكن ليس عليه أن يعرف. ثم أننا اعتذرنا. لم تفعله. طيب الآن. آسف آسف آسف. اعتذاركما غير مقبول، وقد أرسلت هذه لبابا. هذا سيء جدا. أوكي اهدأ، سأصلح الأمر. هاي مستر يوشيدا، ابنتك بأمان. لاستعادتها اتبع تعليماتنا. نريد. توقف الآن. لاستعادتها اتبع تعليماتنا. نريد 300، أي 3 ملايين. ثم تضيف رمز الساعة والراقصة. هذا يزيد الدراما أم يقلل منها؟ خلاص سأتصل به. أعطني هذا. هذا